قلبي شعري وعيوني وسحري كنوز كل الدنيا ما بتكفي مهرك ما انت الاساس. اول تعليق من غيث مروان على حقيقة منعه لبسان اسماعيل من حضور حفل زفاف. رد البلوجر غيث مروان على اتهام بيسان اسماعيل له بطردها من حفل زفافه على سارة الورع نهاية الأسبوع الماضي والذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي. وفي أول تعليق له على ما حدث قال مروان في تصريحاته: بيسان والله ما كانت معزومة ولا كان معاها كارت الدعوة الخاص بحفل الزفاف، وتم رصد كواليس الزفاف والتجديدات الأمنية اللي قام بها رجال الأمن لمنع أي شخص من الدخول دون أن يكون معزوم. بيسان كان من الممكن إنها تتصل بي تسأل على ما حدث، من المؤكد كنت سأخبر رجال الأمن على إدخالها لحفل الزفاف. مضيفا بيسان كانت قابلت سارة قبل حفل الزفاف بساعات بصحبة والدها وتحدثت معها وكان بإمكانها الحديث معها عما حدث. بالتواصل مع لمى شقيقة غيث لوقوف على ما حدث قالت: لا يوجد أي شيء بيني وبين بيسان، بس يومها حصل سوء تفاهم، أنا زعلت كتير من حديثها عن زفاف شقيق، ولو تواصلت معايا كنت من المؤكد سأطلب إدخالها فورا لحفل الزفاف. وكانت بيسان إسماعيل ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وكان بث مباشر، تحدثت عما حدث في زفاف غيث مروان وعن منعها من دخول حفل الزفاف وعودتها للمنزل دون المشاركة في الحفل. الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام نشر فيديو المفاجأة التي قام بتحضيرها للعروسين، وصاحب الفيديو بتعليق: ألفي مليون مبروك، أحلى غيث وأحلى سارة، ما عرفتش أحضر فرحكم، قلت أفاجئكم وأفرح معاكم بطريقتي. متابعا: مستني زومة الأكل ولا سارة ما بتعرفش تطبخ؟ عقبالكم وعقبال مفاجئ الجميع، ألف مبروك للعروسين. عزيزي المشاهد لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. معكم ورقة حياتي وتحية أصل الثقافة ومعلومة. تابعونا